أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله. الإنسان اللي بيقطع شوط في رحلة اليقين بيبتدي إيمانه بالغيب يتعمق جدا، بيبتدي يتعامل مع الغيب وكأنه شهادة، وبيبتدي يعبد ربنا كأنه يراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وبيبتدي ياخد أمر ربنا سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا جد. يبتدي يتخذ إبليس عدوا بجد، نعوذ بالله منه، ويحط نفسه مكانه ويتخيل الشيطان ممكن يكون بيعمل إيه عشان يغوينا، عشان كأمة الإسلام اللي كانت وصلت في يوم من الأيام إلى مجد لم ترى البشرية مثله من قبل تبتدي تضل زي بقية الأمم وتقلد بقية الأمم وتتبع بقية الأمم في الضلال. وضربنا مثل بإزاي الشيطان بيحاول إن هو ينشئ مرجعيات دينية مغلوطة، ناس أصلاً ما تعلموش الدين من مصادره ويتحولوا في نظر ناس كتيرة إلى مرجعيات، فالعلم اللي هم بينقلوه مغلوط، ممكن يكون مش كامل، أو الحال بتاعهم هم بيتكلموا عن ربنا سبحانه وتعالى مش حال حد اتعلم من حد اتعلم من حد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مدخل آخر بيحاول الشيطان إنه يدخل منه إنه يحاول إنه يفسد الدعوة إلى الله. بمعانيها الاثنين، المعنى الأول للدعوة إلى الله إنه الإنسان اللي آمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، وآمن بالقرآن الكريم، وآمن إنه القرآن رسالة للعالمين من الخالق خالق الناس أجمعين، يبقى عايز يبلغ بقية البشرية إخواته في سيدنا آدم وأمنا حواء إنه ربنا سبحانه وتعالى بعت لهم هم رسالة أخيرة هم كمان. الإنسان ده بيبقى موقن إنه القرآن ده رحمة للعالمين وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فالدعوة إلى الله هنا بتبقى إن إحنا نبلغ بقية البشرية يا جماعة الدين ده نزل علشاننا كلنا. الشيطان هنا بيحاول يدخل ويدمر الدعوة إلى الله بالمعنى ده. في موقف بيأثر فيا جدا كل ما افتكره، موقف بتاع المدرسة اللي كان اسمها جيليان جيبنز. قصة واحدة ست مدرسة انجليزية كانت بتشتغل هنا في انجلترا في بلدها، نظرة مدرسة، وهي كانت كبيرة في السن لما حصلت القصة دي يعني، وكان جوزها بعد ما عاشوا مع بعض سنين طويلة توفي من مرض معين، واخوها الوحيد تقريبا او احد اخواتها اللي بتحبهم جدا كان عنده مرض برضو مزمن وصعب جدا، واولادها سابوها ومشيوا، يعني خدوا طريقهم ولد وبنت كمان، فبقت حاسة بالوحدة كده، عايشة لوحدها وكانت تعبانة جدا، وهي بتحب تدرس، فقالت أروح أرض معينة من وجهة نظرها الأرض دي محتاجة تعليم ومحتاجة اعتناء، أروح بنية التدريس وأقبض يعني قرشين وأبقى بغير جو وأبقى أشوف دنيا تانية. فراحت السودان واشتغلت مدرسة مع أطفال، وكان عندهم حيوانات مختلفة كده معمولة على أشكال، في دب برضو دبدوب زي ما بنسميه، حاجات مختلفة، والعيال بيحبوا يسموا الحاجات دي أسامي، فعملوا تصويت بينهم وبين بعض في الفصل يعني ينتخبوا كده هنسمي ده على مين. فكان في ولد في الفصل شقي جدا اسمه محمد، هو ده اللي الواد اللي مخلص يعني في الفصل، فهم اتفقوا هنسمي ده مش عارف ايه وده ايه والدبدوب هنسميه محمد خلاص، وفضل الدبدوب اسمه كده على اسم الولد ده فتره، لحد ما في يوم من الايام حد لاحظ انه الاسم طبعا اسم محمد على اسم سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم، وان انت كده يا مدرسه مسؤوله عن اهانه الدين، وانك بتسمي الدبدوب على اسم نبينا عشان انت بتكرهينا ونظره احتقار منك لينا، وانه طبعا هي دي ما كانتش نيتها خالص، بدليل انها اول ما تقال لها الكلام ده اعتذرت فورا، لا انا ما اعرفش دينكم، ما اعرفش حرام وحلال، مش قصدي اسيء اليكم خالص، وبعدين احنا مش قصدنا الرسول عليه الصلاه والسلام يعني، لا ده الولد ده الشقي ده بس هو اسمه كده، لو كان اسمه فتحي كان يبقى اسمه فتحي، مش دي الازمه، وعلى كل حال انا اسفه انا اخطات. الموضوع المفروض ينتهي هنا من اوله لاخره، لو بنتكلم عن الدعوه الى الله ينتهي تماما وبكل لطف، ما دام اعتذرت كمان مع انها ما كانش قصدها،
دي فرصة ان احنا نعرفها الدين واخلاقنا السمحة وان احنا عندنا حكمة في الامور. هي دي الفرصة. مع احترامي طبعا لاخواتي في السودان، ده كان ممكن يحصل في اي بلد على فكرة، ده مش يعني مش بنشير اصابع على اي بلد بحالها، كلنا اخوات. دي فرصة للدعوة، يعني ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. ده وقت انها تعرف عن الدين. هو ايه بقى الحكمة؟ تخيل لو هي اعتذرت قولها لا ما يهمكيش، سموه اي حاجة تانية او مسمينه اسم كده وخلاص. وبعدين تسأل هو ايه الحكمة مثلا من انتوا ما بتحبوش تسموا اصل احنا بنقدس النبي عليه الصلاة والسلام وبنحبه وهو يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن نعيش بقى نشرح له. لكن سبحان الله عملنا حاجة الرسول نفسه يغضب مننا. عملوا ايه بعض اخواتنا؟ ما قبلوش اعتذارها واساءوا الظن بها، وانت قصدك من الاول تسميه على نبينا. استغفر الله من 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 طريقة دي في التعامل. دي الست ما تعرفش حاجة وقامت بقى عليها هوجة ونادوا بقتلها ولازم تعدم. فكانت فرصة ما تتضيعش للتعريف بالدين، للتعريف بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه. لكن لا، نظرة غير السوية للآخر، الشعور بأنه الآخر لازم يفضل آخر، عدم فهم الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة أدى إلى إيه؟ مطالبة بإعدامها، تصعيب عيشتها عليها. بقت ست بتهرب وخدوها في السفارة، سجنت الأول وبالعافية طلعوها، ومرت بقى بهوجة كده غير طبيعية كانت المفروض تنتهي عند لحظة توضيحها. أنا مش قصدي أصلا، ده احنا مسمينه على الولد، الدبدوب ده متسمي على الولد مش أصلا على نبوة خالص، وأنا أسفة ودي ما كانتش نيتي. خلاص ده هو ده الحكمة. لكن فضلوا الناس يطالبوا بكده وإعدامها ومش عارف إيه لحد ما هربوها وفي الآخر يعني صفروها لبلدها، وفضلت هي تقول أنا ما كانش قصدي، وفضلت ثابتة على موقفها وأنا مستعدة أساعد وما بكرههمش، وكأنها هي اللي فضلت تتعامل بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيساء إليها ظلما. وتعكست الآية زي ما بنقول كده بالبلدي، ده بسبب إن إحنا مش شاربين معنى الدعوة وما عندناش نظرة سوية للآخر. أحيانا اللي بيخلينا نتعامل مع الآخر كده إن إحنا مش بنعتبره إنسان. أليست نفسا؟ لا، هي مش نفس، لا هي من اللون التاني، الجنس التاني، لونها شعرها لون أصفر ولا حاجة مش تبعنا دي، وما ينفعش يبقى تبعنا ومش في الفريق بتاعي. ما بنبقاش عارفين إنه إنسان بني آدم بيمر بمشاكل هو كمان. الست دي في الحالة دي كان جوزها زي ما قلنا لسه متوفى، وكان أخوها تعبان وولادها سابوها، فبقت عايزة تترمي في حضن حضارة تانية، حضارة الإيمان بالغيب. ممكن لا شعوريا زي ما بيجي لهم ساعات رغبة يروحوا الهند يشوفوا الأديان التانية، يروحوا العالم العربي عندنا يشوفوا. أم نحن متعاملين بما ممكن نسميه مع بعض الطفولة الروحية، عدم نضج لسه على مستوى الأخلاقي والروحي والدعوي، أدى إلى أنه ناس كتيرة رجعت صورة الإسلام في نظرهم 50 سنة لورا. هل إحنا نقدر نقول إن إحنا كده كمسلمين نجحنا في أننا ندعو المدرسة دي جيليان جيبنز إلى الله؟ هل بجد قدمنا لها صورة الإسلام الصحيحة؟ I'm going away to Africa quite soon, and I know that in the region I'm going there's quite a lot of coming, what they're called, the ones from Somalia, the group from in Somalia, and they're very against the education of females and females having the same rights as males, and I feel like that's quite a medieval view to things. I don't agree with that, and I know that people believe, some Muslims believe quite strictly, that women aren't equal. I do feel like that's something that's done in the name of Islam, which I don't agree with. مرة ليا أستاذ أجنبي مرة قال لي تعبير لطيف قوي، قال لي ما تتكلمش عن الإسلام، كن الإسلام. يعني هو عربي مش مسلم خالص، هي دي الفكرة، تخلق بأخلاق الإسلام، خلي الناس يشوف فيك الشكل الإنسان ده محترم ما بيشتمش، ومهما تستفزه بتلاقي لا تغضب. مش في حديث عن رسول الله يقول لك لا تغضب، لا يغضب، بيحاول قد. وهو ده اللي احنا محتاجينه، أن نكون الإسلام وليس أن ندي لنفسنا صفة الضبطية القضائية باسم الإسلام واحنا ما بنلتزمش بيه. المعنى الثاني لمحاولات إبليس نعوذ بالله منه أنه يفسد الدعوة إلى الله، بيبقى في دعوة المسلمين للمسلمين. لما ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، يبقى ده منهج في الدعوة إلى الله، سواء بدعو حد خارج الأمة أو حد في الأمة. ده أصل في التعامل،
المنهج النبوي الشريف صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أسهل حاجة يعملها الشيطان أنه يخلي الدعوة موجودة. لا ننهي الدعوة ليه؟ الناس هتلاحظ، خلوا الدعوة موجودة بس خلوها مش إيه، مش نبوية قوي. أول حاجة بيحاول يفسدها الحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، لا يشيل الحكمة، خلوا فيه موعظة بس مش موعظة حسنة. الدعوة اللي من غير حكمة بتبقى عاملة إزاي؟ هي الحكمة أولا إيه؟ الحكمة وضع الشيء في موضعه. الإنسان الحكيم هو اللي بيحط كل حاجة في مكانها، وبيدي كل حاجة حجمها، وبيدي كل حاجة قيمتها، ما بيديش حاجة أكتر من حجمها ولا أقل من حجمها. لما يجي يسقي زرعة مثلا ما بيغرقهاش مية لحسن تموت ويغرق هو معاها، وبيديهاش قليل فتموت منه برضه. دايما الفضيلة بتبقى بين رذيلتين، بين تطرفين وحشين. لما الشيطان بيحاول يفقد أي حد بيدعو إلى الله الحكمة، مش محتاج غير انه يزحزحه شوية يمين او يزحزحه شوية شمال وبس. فالراجل نيته حلوة وهيتكلم ودعوة الى الله وكل حاجة تمام، وفي ناس من اللي هو عايز يكلمهم مضيعين فرائض. قلنا مع بعض ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ضيعوا فرائض. فابتدي يتكلم معاهم في بعض النوافل، اولويات. ناس ما بتصليش، واحد بيرتكب حرام شديد واجي في حتة مكروهة هو بيرتكبها برضو اقول له المكروه ده سيبه، هو بيعمل موبقات الناحية التانية، هو نفسه ممكن يستغرب. من خطوات الشيطان انه يستعجل الناس فيقعوا على وشهم، من خطوات الشيطان انه نسقي الزرعة مية كتيرة قوي فتغرق وتموت واحنا كان نيتنا احيائها. الشيطان بيحاول يفقد الناس الحكمة وهم بيدعوا الناس لربنا، عشان الناس نفسها تبقى ماسكة عليهم حجة، الناس نفسها تقول لا اكيد هم مش منطقيين، انا مش مقتنع باللي هم بيقولوه ده، انا مش مكمل في الطريق اللي هم بيقولوه عليه. احلى حاجه يحبها الشيطان انه يبقى فيه دعوه ووحشه مش مناسبه، ما هياش محببه للناس. والموعظه الحسنه، مش هيلغي الموعظه، لازم يبقى فيه موعظه بس موعظه سيئه. موعظة السيئة اللي هي بلغة الشباب البلدي من نفسنا. على فكرة أحيانا الإنسان ما بيصححش نيته وهو بيدعو إلى الله، يبقى في معصية معينة، المعصية دي هو لسه سايبها امبارح بالليل سابها، فهو لازم يروح لكل أصحابه يتأكد إن هم كلهم هيتركوها، لأنه لو شافهم بيعملوها يبقى هتبقى وحشة وغيره. بس هو عنده حتة حلوة طبعا، عايز الناس يقربوا من ربنا زي ما هو بيحاول، وعنده حتة لسه ما تزكتش ما تطهرتش، مشتاقة قوي إلى نفس المعصية دي. فيبقى طريقته وهو بيكلمني عن تركها جزء منها من طريقته كويسة، وجزء مش مناسب، جزء لسه مشتاق أو غضبان أو غيران. على رأي أحد العلماء لما مرة قال في ناس لازم يجي لهم صداع معنوي، الصداع ده نابع من إنه في عين غضبانة لله انه الذنب بيرتكب، وعين مشتاقة الى الذنب في نفس الوقت، فمش قادرين يبصوا بالعينين الاثنين في نفس الوقت. الحالة المضطربة دي بتوصل للانسان. المدعو، النفوس تطالع النفوس، القلوب تطالع القلوب. لما ندخل على حد وابتدي اقول له انت سايب الموضوع ده وغيره، وانا من جوايا فعلا مش مشتاق الى الذنب ده خالص ومطهر نفسي منه وغيره، او لو عندي حاجة كسرها ودايس عليها ومستحضر الاداب النبوية والاخلاق الشريفة في التعامل، بيوصله زهد مني، بيوصله احساس ان انت ما نفسكش في الموضوع ده، بل بيغير مني ان انت ازاي وصلت الى الحال الراقي ده، ان انت شايف المعصية مش عايزها. ففي حتة نورانية بتستيقظ جواه. لو انا دخلت عليه والحال ده مش مظبط لسه، وانا بسمي دي ازدواجية الحرمان. ازدواجية الحرمان اللي هي ايه؟ ان انا محروم من الذنب اللي انا سايبه، ودي حاجة كويسة الحمد لله، بس في لذة وفي حتة مني حاسة انها محرومة من اللذة دي، ومحروم لسه من حلاوة الايمان ولذة التقرب الى الله لاي سبب إن كان، انا لسه في اول الطريق او جوايا حتة مشتاقة الى المعصية دي او غيره. فالنتيجة ان انا مش ضايق البديل اللي ربنا بيبدل بيه عباده الصادقين لما بيسيبوا ذنب لله، فجوايا حتى حاسه انها محرومه قوي قوي قوي. انا محروم جوه من حلاوه الايمان ومحروم بره من الذنب، فعندي حاله غير طبيعيه. الحاله دي بتوصل للانسان المدعو. لما بكلم الانسان في الحاله الاولى وانا راقي وزاهد في اللي عنده وبالعكس وضايق حلاوه ايمان، هو بيغير مني وفي حته نورانيه بتشتاق الى ربنا بتفوق جواه.
لما بكلمه بالحال الغلط وأنا مشتاق لما أصيته وغيره، في حتة ظلمانية بتستيقظ جواه، حتة بتبقى عايزة تعاند. أنا فاكر مرة كنا قاعدين مع صديق لينا، أنا واحد صاحبي، وأنا هتكلم عن نفسي وإن كان صاحبي غالبا هيوافقني إن إحنا ما كناش في الحال المظبوط بصراحة، يعني كان ده في الجامعة، كنا في الحال اللي هو سايبين حاجات معينة بس جوانا حتة لسه بقى يعني هتشوفوا لنا رأي كده أو حاجة شرعية تخلينا ما نسيبش يعني، فلسه ما دقناش حلاوة الإيمان القوية دي. وصديقنا الثالث اللي كان معانا ده كان شغال بقى الله ينور في الحفلة دي وفي المدادة والكلام ده كله، كنا احنا هريينه بقى كلام دعوة إلى الله، وهي في الحقيقة جزء منها دعوة إلى الحالة الكئيبة اللي احنا فيها عشان نكتئبش لوحدينا. فكنا في وسط العربية وهريناه بقى كلام وحرام والجنة والنار واحنا شغالين عليه كده، لحد ما فجأة لف. أنا فاكر كنا في منزل الزمالك اللي بينزل عند نادي الجزيرة ده بالظبط، مش هنسى المشهد ده، وقام لافف كده، انتوا عايزين تخشوا على قفايا الجنة ولا ايه؟ مش مبطل. دي ازدواجية الحرمان، لما انا ابقى حالي وانا بدعو الناس مش راقي، ما بيحسوش ان هم عايزين يقربوا، بالعكس الحتت اللي بتستيقظ جواهم ظلمانية عنيدة شيطانية، ده جزء من عمل الشيطان. ولذلك ينبغي ان ننبه رجال الدين وننبه انفسنا اولا الى انه ينبغي ان نلتزم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو دوما اول حديث يدرس لطالب الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن. الاسلام دين الرحمه، كل الصوره باستثناء سوره التوبه تبدا بسم الله الرحمن الرحيم، والقران نزل رحمه وشفاء، والرسول عليه الصلاه والسلام ارسل رحمه للعالمين، فهذا شعار الاسلام الرحمة. وإذا كانت نفوس الناس تشتاق دائما إلى الرحمة ولا يرون حولهم في المجتمع وفي العائلات وحتى في الخطاب الديني عكس الرحمة وغلظة وسوء ظن وسوء تعامل مع الآخرين، فتضعف ثقتهم بالدين، فيبحثون عن البديل. وينبغي أن لا نلوم هؤلاء رأسا، وأن نلوم أنفسنا. أين يجدون الدين إذا لم يجدوه في ممثلي الدين؟ فتشتاق قلوبهم إلى بديل آخر. Thank you.